ثم هذا ما يتعلق ايضا بالاعتكاف انه سنه مؤكده واضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطل الاعتكاف الجماع وخروج الكثير. ثم ايضا اخذنا شيء ما يتعلق بصلاه العيدين وان هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد. طيب نعم، يبقى معنا كيف نستقبل رمضان؟ الناس انقسم في استقبال رمضان الى قسم. قسم يدعو ان الله سبحانه وتعالى يبلغ رمضان واستعد لرمضان بأن يتفرغ للعبادة وترك المنكرات وتعلم بدراسة فقه الصيام. نعم، ويدعو الناس إلى الصيام ممكن على أن يفطر في نهار رمضان. وقسم يعد العدة لإدخال الناس في الشكرة التمثيليات الكفرية وغيرها. الآن تعلمت فقه الصيام، تراجع مع إخوانك، تعلم الناس، تصور هذه الأوراق التي هي الشكر العجيب رحمه الله تعالى، وتحرص على توزيعها وتعليقها في بعض الأماكن التي أذن لك بالدعوة فيها. بهذه الطريقة إخوانك ينتشر العلم ويعرف الناس فقه الصيام، لأن هناك من لا يدري عن فقه الصيام ويظن أشياء أنها محرمة وليست محرمة. بل عليق الآن هكذا، بل عليق. نعم، ماذا عليق؟ لا شيء، لأنه لم يدخل شيء إلى جوفه. فبعض الناس سبحان الله يتنطع يبسط أظن أنه بل عليق فيه شيء، لأنه لم يدخل شيء إلى جوفه أصلا. كذلك حتى لو ابتلع النخاع، ابتلع النخاع هذا امر مستقبل محرم، لكن لو فعل صنع محرم لكن لم يفعل. السواك يصح ان يستاب، بل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاب وصار فلا اشكال. استعمال المعجون وفرشاه الاسنان الاولى ترى، وان استعمل فلا باس جاهز، لكن احرص انه لا يدخل شيء من هذا الى جوفك. المبالغه في الاستنشاق مكروهه، وبالغ في الاستنشاق ان تكون صائما. هل له ان يتبرد؟ يغتسل؟ نعم، لا اشكال، ينام؟ لا اشكال، لكن ينام النهار ويقضي الليل في اللهو وفي المنكرات وفي كذا، هذا امر محرم. نقضي الليل أسر الليل في أمور محرمة ومنكر. قطرة العين قلنا لا إشكال، لا تفضل. استعمال الإبر المغذية لأنها تقوم مقام الطعام والشراب يفضل من استعمال الإبر المغذية، لكن إبر التداوي هذا لا إشكال فيها. السباحة لا إشكال. كل من أفطر في رمضان لعذر فله أن يأكل ويشرب في نهار رمضان ولا يشرب. مثال، الآن المرأة صامت بعد الظهر نزل عليها دم الحيض، أفطر شاهد الأذر، فهل تمسك بقية النهار؟ لا، لأنها أفطرت بعذر، طهرت بعد الظهر. هذا اليوم لابد من قضاء، فهل تمسك؟ لا. جاء من السفر وهو في الطريق للسفر افطر، ثم وصل الى البلد الى بيته بعد الظهر يمسك؟ لا، لانه افطر بعذر. لكن من افطر بغير عذر يمسك ولا ياكل ولا يشرب ولا ياتي بشيء من المفطرات. مثال، احتجم وهو صائم افطر يمسك به قيد النار. نعم، لأنه تعمد. طيب، إذا كان الإفطار
لعذر فهذا يقبل أشهر ولا أشهر، لغير عذر لا يفسد. أيضا ما يتعلق بالمريض، المريض تداومنا المرض يؤثر على صحة وكذا، فهذا قد يكون صيام محرم. فماذا يصنع؟ نمر. إذا قرر الأطباء أنه يضرب بإذن الله فانتظر حتى يضرب، فإذا برد قرر الصيام. وإن قرر الأطباء أن هذا المرض مزمن أيضا كبير السن يلحق بهذا، لأنه كبير السن مرض يلحق بالمريض مرض لا يضرب، فهذا ماذا يصنع؟ إما أن يطعم في نهاية كل يوم مسكين، أو ينتظر في آخر الشهر يجمع بحسب الشهر 29 مسكين، 30 مسكين، ثم يطعمهم أو يضرب على الفقراء ويطعمهم في أماكنهم بشرط أن يكونوا على عدد الأيام. هذا الذي ما أسمع. الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا بنعم لا ترد، منها أن نبلغ الله صلاة بلغ الله، فنبلغ الله الله فليرى منك يعني أثر هذه النعمة بأن تشكر. إذا لا بد أن نجعل نريد أن يكون هذا رمضان غير الرمضانات التي مرت، تستقبل بجد والشهاد، تتعاون مع إخوانك، تتعاون على الصلاة، على القيام، على طاعة الله، على قراءة القرآن، تصحيح التلاوة. احنا طلبنا من الشيخ الإمام أن يكون يعني لكم في المسجد هنا حلقة تصحيح التلاوة ودروس علمية بعد كل صلاة، لو كلمة واحدة، لو حديث واحد بعد كل صلاة، لا أشكر، حديث واحد بعد كل صلاة تجتمع في وقت تصحيح في التلاوة. الآن أنتم تشعروا بقيمة المسجد، نعم، لأن المسجد هنا يعني تشعر بقيمة المسجد، لأن إذا خرجت من المسجد ترى ما ترى وما ترى، فعندما تسكت ورجل قلبه معلق مساوي فرض الله سبحانه وتعالى تجعلها عامرة بإذن الله. المكان الذي تضع فيه نعلك كرمك الله ضع نعلك، لا تتكلم عن السيارات وعن العقارات، تتكلم عن مرسي وكذا، لا رجل من السياسة أو في السياسة أنا أقوم على هذا الكلام صح. وأن المساجد لمن؟ فلا تدعو مع الله أحد، لا تتكلم عن الدنيا عن السياسة عن سقط الرجل، تكلم عن ماذا نقرأ، ماذا ندرس، ماذا أخذنا اليوم، نريد نذاكر القرآن. إخوانا هذا المساجد لو يدخل كافر الآن إلى المسجد ويروح من في المسجد استقامة طاعة وذكر لله، يقول هؤلاء جدين صح؟ أما أسمع كلام عن مرسل وكلام عن كلام طيب صح؟ من الليل إذا خرج من المسجد تكلم داخل المسجد ما يمكن، والذي يفتح الجوال يلعب فيه مع العاب وكذا نعم، أو غير النغمات أو يبحث عن الرسائل يمحيها نعم صحيح والله قبول. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فاجعلوا يعني هذا المسجد عام بريد، يوصي بعضنا البعض، غير المجلس، اجعل المجلس يعني عام بذكر الله، تأتي إلى الإمام وتقول أريد أن أقرأ عليك الفاتحة، تصح عليه التلاوة، أريد أن نجتمع ونقرأ تفسير سورة مريم، نريد أن نسمع كذا، نريد أن نتعاون في إفطار الصائم، نتعاون في كذا، في توزيع الأوراق، ننظف المسجد، كل واحد منا مسؤول بهذا المسجد، صح؟ هنا المسجد ليس حكم على الجمعية وعلى الإمام، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، تقضي الدعاء
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر. عمارة المساجد عمارة إما حسية أو معنوية. عمارة حسية بالبناء والتشييد والنظافة والفرش. عمارة معنوية أن تجعل المسجد لله، ذكر، قراءة القرآن، صلاة، تهجد، تراويح، دروس، غير هذا. هذا المهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعة في الخراب. خراب المساجد، خراب حسي ومعنى، خراب من الأوساخ والأكل والشرب، يعني مع المساجد لم تولد الأكل والشرب. أكل والشرب عامل ما يشتغل. أما نجعل المسجد مكان الأكل والشرب كأنه كافيتيريا صحيح أو مقهى ما يمكن، تقول الله صحيح. أو نجعل المسجد مكان للرقص والطرب، موسيقى تسمع في المساجد، نعم. أو ما يسمع البعض يعني من الرقص والكمال هو هكذا ما صحيح. إخواننا لا بأس للنوم في المسجد، لكن ينام في المسجد، تقام الصلاة وهو نام، في الدرس نام، نعم. هذا معناه اتخذ المسجد فضل على الصفة، كان ينام في المسجد ويأكل، لكن كان منهم أبو هريرة طبعا، أبو هريرة من أكثر الصحابة وضع حفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يفرط في طلب العلم وفي الحفظ وفي غيره. نحن الآن إخوانا قد يطلع علينا بعض الناس يرى مثلا اجتماع المتفرقين، قل هذا المتفرقين في الظاهر ولا متفرقين في الباطن؟ يرى أقول أشرب كل هذا ما في مهل العباد، لأنه ما ترى يعني ممكن ما ترى بالكلام السكر وناس يلعبون ويأكلون ويشربون، نعم غيروا كذا، لكن في أشياء نزع عن المسلم إنه ما يأتي بها ولا تكون في مساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. إخوان الله في المساجد، المساجد هذه بيوت الله، ونحن بحاجة إلى عمارة المساجد خاصة بهذه الأمام. أنت تشعر والله أنه كأن شيء يعني فقد منه عندما تذهب، عندما ترجع تشعر بقيمة المسجد. ولو أسأل الكل هل كان هذا الشعور في بلاد الإسلام تجد؟ أقول لا، أكثر ما نجده في هذه البلدان. الأولاد الآن لازم نربي الأولاد على محبة المساجد. نعم هذا كان عليه السبب، لكن الولد عندما يأتي المسجد لابد أن ينظر. ضرب الصغار ما يصح أن يضرب الصغير إلا من الولد ولي الصغير، ويكون الضرب يقصد به التعليم. الغالب اليوم الضرب أن يقصد به الانتقام لنفسه، وأن يقع من الصغير مقتل ضربه. يعني تعرف ان بعض الصغار يصنع اشياء هذا انت كنت تصنعها وهذا تصنعها وكذا، وان يكون الضرب لمن يعرف الضرب. عندنا صغير ابن سلمة هذا الثوري هو يضحك لما يعرف الضرب اصلا، فبهذه الطريقه ممكن، وليكون الضرب بمقدار ضرب غير مبرع ما يضرب على الوجه، نعم، ولا تضرب صوت مثلا، نعم. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه شاء. اذا سبق الصغير الى الصف الاول هل لنا ان نرجع من الصف الاول؟ لا، على العكس، اذا سبق الى شيء فهو حقه. يؤتى بالصبيان المساجد يتعلم الصلاه ليسمعوا كلام الله ليتعودوا على الصيام، لكن قلنا إذا كان هذا الصغير يضبط الحمد لله، إذا كان لا يضبط قد يفسد على الناس أو يصيح أو يسمع، لا، هذا نرجع به إلى ولي. ما تعلق بالتفرغ
النبي صلى الله عليه وسلم بعث لاجتماع الأمة أو افتراق الأمة. ما يمكن. ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرقون. إذا لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه رضي الله عنهم. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كل من نار إلا واحد. قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة الاجتماع. وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ومن شد شد في النار عليكم بالجماعة. حديث كثيرة. إذا لابد أن نجتمع إذا تنازعنا في شيء ماذا نصنع؟ حكم الشريعة فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله شرط الإيمان بالله واليوم الآخر أو يعد التنازع بين الكتاب والسنة. ثم يا أخوانا لابد أن يكون عندنا أدب في المناظرة، أدب في المناقشة، أدب في النصح. تعبدني بنصحك من فراقي وجنبني النصيحة بالجمع. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تزعل إذ لم تعطي طاعتي.